السلام عليكم شباب، اخباركم عاملين ايه؟ فيديو سريع كده لطيف عن في واحد طلب مني السوفت والجيج هيد وازاي ندخل الجيج هيد في السوفت. فسريعا كده، دي الشنطه اللي فيها الحاجات بتاعت الحاجات السريعه، يعني لو عديت على البحر ولقيته تمام عاوز اصطاد، في سناره في العربيه موجوده والحاجة موجودة. دي حاجات غير اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي قبل كده. دي حاجات الهيفي، خليني بعد المرة اوريكم الحاجة. ده تقريبا في حدود 45 جرام. ده بنسل، البنسل اللي هو من غير لسان. هنا ده كان لونه سيلفر بس انا معدل الوانه. ده جيج 30 جرام، انا اللي عامله كامل، يعني انا اللي صبه وانا اللي عامله الالوان وانا اللي عامله الاسيست هوك. طبعا الحاجات دي بتنور في الضلمه. المهم، موضوعنا الاساسي كان السوفت وازاي ادخل السن في السوفت بالطريقه اللي هي دي. طيب، هو عموما السن تبع السوفت او بتاع السوفت، معلش سامحوني في الكلام، سن مخصوص. الطريقة دي بيكون سن مخصوص، والجيج هيد او الرصاصة بيكون ماشية مع السن. بمعنى الرصاصة زي ما انتم شايفين، مش عارف واضح، بتكون مدورة كده، اللي بيركب فيها هنا بيطلع، دي رصاصة. تمام، خلي رصاصة دلوقتي. ده بيكون عامل زي القفل او السناب. تمام، ده ما تضيعوش عشان لو ضاع الجيج هيد ملوش لازمه. السن بيكون بالطريقه دي، طلعه كده عشان كده بقول لك لازم تجيب سوفت محترم عشان لما تطلع منه السن ما يتقطعش. ده شكل السن. طبعا في منه مقاسات احجام، حتى الرصاصة اللي هي الهيد بيكون في منها مقاسات احجام عشان تمشي مع البوصة اللي انت بتصطاد بيها. طبعا كل بوصة مكتوب عليها الجرامات اللي انت تقدر تستخدمها. ازاي الطريقة ان احنا نركبه في السوفت؟ ده السوفت بتاعي، ده السن، نمسكه كده، نيجي من فوق من هنا، ندخل كده، ونطلعه من هنا من تحت، ونعديه كامل 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 كامل، بيبقى بالشكل ده. بنلف السن وبنقيس السن بيوصل آخر حاجة فيه السوفت منين، مش السن اللي هنا، لا التانية اللي هي الجزء المنحنى ده بيوصل في السوفت فين. وعموما السوفت اللي هو بتاع ميرديس اللي انا كلمتكم عليه بيكون فيه من فوق زي مكان كده عشان يستخبى فيه السن بعد ما يدخل عشان ما يسخنش.
فبالتالي انا وصل عندي لهنا، احط صباعي هنا تمام، هي ده هو ده المكان اللي انا بدخل منه السن. بندوس كده انتهى الموضوع كده، السوفت جاهز ان انت تصطاد بيه، وهنا السن بيكون مستخبي. لاحظ في تركيب السن في الجيج هيد في السوفت، سواء اللي انا بقول السن اللي انا بقول لك عليه اللي هو انا بالنسبه لي افضل من العادي، او السن ده، ان لازم يكون السوفت مفرود كده عشان يدي شكل السمكه الطبيعي. ما يكونش مثلا هنا عامل كده، او ان هو يكون زياده قوي كده. تمام، كده الشكل الطبيعي للسوفت. وبعدين السناب اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتاع الهيد بيركب كده، هنا واضح ولا الجزء الكبير، الفتحة الكبيرة في السناب هي اللي بتكون تحت، لأن يعني الفتحة الصغيرة بتخش في الهيد، الهيد بيكون فيه زي كده. بس بنضمهم على بعض كده. بتعلق السناب بتاعك هنا، وده الهيد ده هو اللي بيديله التوق. بس الميزه في السن ده كمان، غير ان هو ما يسخرش، ان في مرونه في حركه السوفت، مرونه في حركه السوفت، يعني لما بترفع كده بيدي الحركه دي، بترفع بيدي الحركه دي، غير ان انت لما بتمشيه الديل بيتحرك كده. يا ريت اكون وصلت المعلومة. وسامحوني بقى انا بعد كده طولت عليكم في الفيديوهات اللي فاتت، بعد كده الفيديوهات اللي جاية كلها حاجات قصيرة. الفيديو الجاي ان شاء الله هحاول اتكلم عن العصبات لو انتم عاوزين، وفي ربطة سهلة جدا تربطها في السناب، او حتى الشباب اللي بيصطادوا صيد عادي يربطها حتى في القفل. سهلة وقوية وفيها ميزة ان هي يعني ممكن تفادي سنان السمك اللي هو زي الباركودا زي الكنعت، الخيط ما يتقطعش بسهولة. شكرا، السلام عليكم.